حياكم الله مشاهدينا الكرام في أولى فقرات برنامج أماسي لهذه الليلة وضمن مشاركة إمارة الشارقة في فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار أطلق منتدى الشارقة للتطوير مجموعة من البرامج والأنشطة الهادفة إلى تعزيز مفهوم الابتكار وسبل تطوير آليات تطبيق هذا المفهوم في مختلف مؤسسات الدولة وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار ورؤية الإمارات لعام 2000. و حول البرامج والانشطه التي اطلقها منتدى شارقه للتطوير يسعدنا ان نستضيف معا بسعاده جاسم او معنا سعاده جاسم محمد البلوشي رئيس مجلس اداره منتدى الشارقه للتطوير مساك الله بالخير ابو محمد وحياك الله معنا الله يسلمك محمد الله يحفظك, محمد يحفظك محمد يسلم بارك فيك يسلم. ابو محمد حول اسبوع الامارات للابتكار كيف استعدتم لهذا الحدث بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البدايه نحن استعدادنا كمنتدى الحمد لله يمكن من عشر سنين يعني م -م. من تاسيس منتدى الشارع طويلة اللي هو ركز دائما على الافكار وعلى ان تفعيل دور الشباب في المجتمع والحمد لله طبعا توجه الدوله اليوم يعني في الاستراتيجيه الوطنيه سواء كانت او حتى في بشكل عام استراتيجيه تركز على الابتكار الحمد لله من سنتين ثلاثة نحن مهتمين في هذا المجال وفي تركيز كبير في هذا المجال حتى برنامج القادة مركز على انه يكون قادة في الابتكار. اه نركز دائما ما هو في ما هو الجديد الحمد لله اللي بيفيد اه شبابنا والمجتمع بشكل عام والمؤسسات واطلقنا عدة برامج صراحة في هذا المجال ممكن نتكلم فيها في ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب محمد يعني ما الذي حاولتم التركيز عليه وابرازه من خلال مشاركتكم هذه من خلال الشطتكم اللي تم عرضها في أسبوع الابتكار؟ في البدايه طبعا لابد صراحه اني شكر موصول لمؤسسه شرق الاعلام على دعمهم الكبير صراحه سواء كان لنا احنا كمنتدى وحتى للاسبوع الابتكار نفسه لان وجلنا تواجدهم بشكل مستمر وحتى دعمهم لبرامجنا احنا بشكل خاص صراحه وهذا شيء مم. تشكرون عليه واما بالنسبه للبرامج طبعا يعني الاسبوع نفسه كان حافل يمكن من كل جهات الواحد يسمع الابتكار وهذا شيء طيب صراحه وهذا اكيد يعزز ويدعم هذا التوجه العام في الدوله موجود بخصوص الابتكار ونحن صراحه يعني سعيدين جدا نكون مشاركين اليوم كمجتمع مدني كمنتدى نشارك في هذه الامور، كان تركيزنا صراحه ينصب بشكل اساسي على ان نحن نعزز فكر او, أو فكره الابتكار لدى المؤسسات، وركزنا صراحه من خلال برنامجنا او برنامجين او ورشتين عمل عملناها اللي هي برنامج ورشه اليات خاصه لاداره الابتكار للحكومه وايضا مفاهيم الابتكار من جامعه سان دييغو، حاولنا يعني صراحه يعني مختصين من من دول اخرى انهم يتكلمون في مجال الابتكار بشكل اشمل واوسع وحاولنا نشمل اكثر اكبر عدد ممكن من من الموظفين كانوا او كانوا حتى من القطاع الخاص والحمد لله يعني احنا تفاجئنا اليوم في الدوره الاخيره اللي ما زالت شغاله اليوم العدد كان 30 مفروض صراحه يستوعب لكن زاد العدد 40 ما شاء الله صراحه ما رفضنا احد ما حبينا نرفض حد لان الجميع كان صراحه يعني يبغي ينضم للبرنامج والحمد لله عندنا 40 اليوم شاب شاب موجودين من المؤسسات الحكوميه والخاصه التقوا يومين تقريبا خلصوا حين في الاداره الاليه وهذا باكر بيكون شهر يوم الثالث لهم جميل جدا طيب برنامج اداره الابتكار للقيادات الحكوميه ابرز واهم المحاور اللي يتضمنها هذا البرنامج طبعا يوم نتكلم عن الابتكار اخوي محمد انت عارف اليوم كمفهوم الابتكار يمكن الناس تتحراها فقط هي كلمه و... او مجرد شعار ولا غير. لا نحن بالنسبه لنا نحاول من خلال هذه البرامج وهذه ورش عمل نرسخ مفهوم كبير للابتكار، مم. ليس فقط انك انت خلاص عرفت في الابتكار ماده وغيره لا في هناك اليات في هناك أنسميها دائما منتجات للابتكار وهناك حاضنات للافكار اللي في النهايه تبرز دور الابتكار كيف كيف يتم ترسيخها؟ هذا المفهوم طبعا في اليوم اليات مم. ومنهجيه مم. عمل معينه اعطيك مثال بسيط يعني مثلا لو مؤسسه معينه اليوم مم. هذه المؤسسه تبغى تطور من اليات العمل عندها مم. فما تقدر تطور روحها لا بد موجود اليوم عناصر المؤسسه هذه اللي مم. موجوده انهم يشجعون الافكار في, في البدايه مم. الافكار الجيده وايضا تشجيع الناس على القراءه والبحث والاطلاع هذا نفسه يشجع على ان الناس تتعرف على السوق الموجود ما هو الموجود في السوق وبالتالي تعرف افضل الممارسات وهذه كلها في النهايه طبعا تنصب في مصلحه المؤسسه مم. فنحن فيها خلال هذه الدورات نركز على هذه الاليات اللي هي تتكلم عن كيف القائد نفسه القائد لا تنسى جانب مهم جدا في انه يحفز الابتكار في المؤسسه، يعني ممكن مثلا يقول لك بكل سهوله والله لا انا ما ابغي الفكره هذه او انا ما عندي موازنه للفكره هاي مثلا، فهذه اصبحت اشياء محبطه للابتكار، فمن خلال هذه البرامج احنا نرسخ ان ان الدور دور دور الجميع، الجميع يساعد في هذا في هذا المبدا، سواء كان موظف، سواء كان حتى قائد او حتى في البيت الاب والوالد والوالده يعني هذه مع اطفالهم كيف ينمون في عند الطفل موضوع انه يكتشف انه يسال انه يطالع ويكتشف امور ثانيه فهاي كلها امورنا نصور هي نحن نسميها الانوفيشن ايكو سيستم او بيئه م. الابتكار م. اللي هي بشكل عام الكل يشارك فيها صحيح ونحن صراحه من خلال هذه البرامج نرسخ هذا المفهوم بان م. يا جماعه الخير الابتكار اليوم ما فقط ان هي فكره وعامه لا هي طبعا آه 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 طريقه لايجاد حلول آه طريقه لايجاد حلول لمشاكل موجوده عندنا بطريقه ابداعيه بطريقه ابداعيه آه دائما ونعيد هالكلام ونذكره دائما الموضوع القراءه القراءه طبعا هي غذاء الابتكار أنا صحيح. انت ما ما, 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 ما كنت تكون مطلع وما تكون ما تكون عندك المعرفه الكامله صعب عليك انك تكون تخلق او تكون او تبدع او تجيب افكار جديده فلذلك يعني نحن شفنا هذه المؤسسه وصراحه انا كنت اسمع راي شاركوا يعني فكان جميع مستمتع بالدورات خاصه يوم كان في عندنا حلقه خاصه تفاعليه بحيث ان خلينا المشاركين يتخيلون الموضوع كانهم في الفضاء ويتخيلون لو مثلا عندهم مشكله في مع حتى يعني خلينا نسميهم المخلوقات الفضائيه خليناهم يبدعون لان تدري الخيال والابداع هذا كله اساسي ان ان الموظف يبدع انك تطلع من من النمطيه من الاشياء الروتينيه والتقليديه تطلع من هذا ونحن اتوقع اليوم يعني المؤسسات بشكل عام صراحه تواجه صعوبات وتحديات م. للتغيير المستمر والتغيير السريع، صحيح. لابد من وجود موظفين يواكبون هذا التغيير، والطريقه الوحيده انك تكون مطلع انك دائما عارف صحيح. شو اللي في العالم. الجميل في حديثك بانك انت تحديدا ذكرت بان مفهوم الابتكار والمشاركين في مثل هذه البرامج لم يعد مقتصرا فقط على بيئه العمل بل الاساس في هذا الامر ان ينقل هذا مفهوم الى الاسره في المقام الاول ومن ثم كذلك يتم نشره في بكل تأكيد. بيئه العمل بكل تأكيد مم. بصراحه يعني الابتكار اسلوب حياه مم. الابتكار مش مجرد يعني معلومه او فكره نحن نعملها سنه وسنتين وانتهى الموضوع مم. لا نحن مم. مم. مثل ما تعرف طبيعه الانسان اصلا فيها في هذه الملكه اللي هي اللي لابد من الاكتشاف اكيد فنحن علينا دورا هي الجو والبيئه المناسبه انه أكيد. بس يبتكر ويصنع والحمد لله اليوم صراحه بجهود كبيره من قيادتنا في الدوله. نعم. الصور البيئه مواتيه موجوده، الامور موجوده سواء كانت من حيث الجامعات يعني موجوده، سواء كان الدعم في الابتكار، اليوم صحيح في موازنه تدعم هذا الابتكار وفي استراتيجيه وطنيه حددت حددت حتى الاهداف والمعايير بحيث ان نوصل هناك، يعني لو لو تشوف قبل ثلاث سنوات يمكن نتكلم عن الابتكار كانت مراحل اوليه كانت ناس كان الناس يسالون شو الفرق ما بين الابداع والابتكار؟ لا تخيل قبل، اليوم ما حد يسال هالسؤال الكل لا اليوم منهمك في العمل انه يبدع انه يضيف شغله صحيح بنسب... إذن الكره في ملعبنا ابو محمد ببقى. ببقى. الدوره وفرت ولله الحمد والفضل والحكومه كذلك يعني وفرت كل مقومات النجاح لكن بقت مساله المبادره منا نحن كافراد في تحديدا ترسيخ هذا المفهوم بشكل فعلي، ببقى. انا بستكمل الحوار معك بالتاكيد راح اسالك عن الفئات المستهدفه من هذا البرنامج، كيفيه التسجيل في هذا البرنامج ويعني العديد من المحاور المرتبطه في اسبوع الابتكار ومشاركتكم في هذا الاسبوع والبرنامج المطروح كذلك للقاده، ولكن بعد ما نتابع هذا التقرير مشاهدينا الخاص بهذا البرنامج، برنامج تحديدا اداره القاده او اداره الابتكار للقيادات الحكوميه ولا عوده. في اطار مشاركه اماره الشارقه في فعاليات اسبوع الامارات للابتكار اطلق منتدى الشارقه للتطوير مجموعه من البرامج والانشطه الهادفه الى تعزيز مفهوم الابتكار وسبل تطوير اليات تطبيق هذا المفهوم في مختلف مؤسسات الدوله أطلق المنتدى برنامج إدارة الابتكار للقيادات الحكومية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة والذي يهدف إلى تطوير مهارات الابتكار والإبداع لدى القيادات الإماراتية الشابة لا سيما أن الابتكار أصبح اليوم مقياسا حقيقيا لأداء المؤسسات المختلفة في الدولة وأحد العوامل الرئيسية في مسيرة التنمية والتطوير لما له من دور مهم في إحداث تغيير جذري من من حيث رفع الإنتاجية وتعزيز مستوى التنافسية في عمل هذه المؤسسات أسبوع الإمارات الابتكار يعطي فرصة كبيرة لجميع المختصين في العمل الحكومي أو العمل الخاص لتطوير المهارات من خلال مشاريع كثيرة ومن ضمنها منتدى الشارقة التطوير اللي قام في عمل بعض الورش الخاصة بتطوير الابتكار للمدراء الحكوميين من خلال المنتدى او من خلال البرنامج هذا ان شاء الله نحاول نطور بعض المهارات الموجوده في عملنا الحكومي ونبتكر بعض الاشياء الجديده اللي تحاول تسهل عمل الجمهور والمتعاملين مع الدوائر الحكوميه ويشمل هذا البرنامج عددا من المحاور تتلخص في مجملها في تطبيق اليات لتطوير القيادات الحكوميه القادره على تنفيذ استراتيجيات الابتكار وقياده فرق عمل تحتضن وتطور استراتيجيه للابتكار فضلا عن تنفيذ استراتيجيات مبتكره لخلق ثقافه الابتكار وتطويرها وبناء كوادر قياديه تتميز بالابداع والابتكار حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد عوده لاستكمال فقرتنا الاولى مع سعاده جاسم محمد البلوشي رئيس مجلس اداره منتدى الشارقه للتطوير ومشاركه المنتدى في اسبوع الامارات للابتكار في اماره الشارقه حياك الله ابو محمد الله يحييك يدي. محمد الله يسلمك يعني كنا نشوف جزء من الورشه كيف وجدوا تفاعل المشاركين في الورشه مع مع معطيات مع محاور البرنامج اللي تم طرحه بالتزامن مع اسبوع الامارات للابتكار الحمد لله يعني مثل ما قلت لك مفهوم للكثير مفهوم جديد وبالذات ان فيها اليات فيها مناهج وفيها طرق علميه تتبع مثل ما سمعنا يمكن لقاء خالد يعني ان تتبعها ترجع لمؤسستك وتمارس هذه خلينا نسميها المناهج هذه <applause> هذا اتصور الجميع يحتاجها صراحه يمكن احنا نعرفها وقرينا عنها لكنها في الواقع هي تختلف يعني في الواقع <applause> انت تشوف الامور تتغير يعني انا دائما اقول يعني صراحه موضوع الاطلاع على الأشياء الجديدة والأفضل الممارسات الموجودة وكيف المؤسسات الأخرى تعمل وايد مهمة مم. نماذج العمل أخي محمد اليوم أو معناها بزنس موديل ترجمها نماذج العمل الموجودة اليوم محتاجه ان حد يتحداها صراحه يعني محتاجه والتحدي هذا ما بيجي من فراغ بي من اطلاعك على افضل الممارسات الاخرى اكيد ونحن صراحه من خلال برنامجنا شارك القاده اللي هو نحن حتى نسميه برنامج شعاره قاده الابتكار حرصنا دائما يعني ان نركز على الناحيه هذه العام مثلا اخذنا مجموعه من الشباب اللي هم برنامج القاده 30 مشارك لسان فرانسيسكو في الولايات المتحده الامريكيه و طلعوا على مختلف التجارب سواء كانت عندنا شركه مثل نوردك اللي هي الاسكندنافيه كيف هاي الشركات وهاي المؤسسات تعمل في ترسيخ مبادئ الابتكار في مه مؤسساتها مه وشفنا تويتر مثلا كمؤسسه معروفه يعني عالميا وطلعنا حتى على مؤسسات مثل يعني 500 ستارت اب غيرها هذه كلها نماذج عمل <applause> هذه محتاجه نحن يسمونها راديكال اللي هي الابتكار القهري يعني <applause> لابد منك انت تتغير لابد انك انت تضطر تتغير لانك ما بعرف كيفك اليوم الظروف تطلب منك انك تتغير لكن احب بعد اركز على نقطه ثانيه اخوي محمد اليوم لا نعني بالابتكار فقط انك انت في النهايه تطلع بمنتج <applause> يعني ما لازم يكون منتج في النهايه ويختم تسويقه وفيها جانب مردود تجاري لا نحن نتكلم اليوم باي فائده باي منفعه سواء كانت اجتماعيه مجتمعيه حتى في العمل تضيف للعمل فابغى الناس ما تفهم ان دائما رياده الاعمال فيها ابتكار فيها منتج ما مو بالضروره نحن نتكلم عن الفكر العقول اللي هي تكون دائما مستمره في الابتكار م -م حتى في جلستنا مع هذه الجلسه مثلا ليش مثلا الماء هذا موجود بالطريقه هذه هذه تساؤل وهذه يدعي الابتكار. وجود اليوم الايباد مثلا هذا كله امور تخليك دائما تبتكر والحمد لله اليوم يمكن معظم التطبيقات اللي طلعت في العالم طلعت وعملت صراحه يعني من تخيل اليوم مثلا واتساب هذا قيمته السوقيه صحيح. في العالم من يتخيل اليوم على فكره بعد ابتكار العاده <applause> لما يكون عندي ضيف واحد يكون جالس امامي فهو <applause> قال اليوم قال لا بنغير اليوم بنخليه جالس على جنب لا يعني في اسبوع ابتكاري صراحه يعطيكم <applause> <حياطيك تصفيق> يعني صراحه فاقول لك يعني هاي الاشياء البسيطه يمكن احنا نتخيل بسيطه الكاميرا فقط يعني اليوم الكاميرا التصوير مجرد ادخل مئات الملايين مؤسسات دخلت دخلت سبتها الكاميرا <applause> وحتى الشات اللي ال هي ال الدردشه هذه صحيح اصبحت اليوم هي اساس كل عملنا وشغلنا في هذا فهي امور كثيره يعني موجوده فيه. صحيح طيب طيب محمد ما هي الاليات اللي يمكن اتباعها من اجل دعم وتوليد مثل هذه الافكار في المؤسسات الوطنيه نعم طبعا مثل ما سمعت تعرف يمكن موضوع الاقتراحات مم. هذه صندوق الاقتراحات صحيح. وغيرها هذه معروفه مم. اعتقد هذه اليوم تطورت اصبحت جانب اخر اليوم مم. وجود جهه نسميها قسم مركز م. يتبنى الافكار او يتبنى الافكار المبتكره ضروري وجودها المبادرة وجودها ما بكفايه وجودها مع وجود خلينا نسميها مكتبه او حتى يعني اونلاين اللي هي تواصل اونلاين بحيث يخلي الموظف في مجال عمله نفرض ان واحد صحفي مثلا يسمح له ان يطلع على الخبرات الاماكن الثانيه ويسمح له ايضا يبتكر ان يقترح خلينا نقول مشروع معين طريقه معينه <applause> هذه انا اكمل النقاط يعني <applause> وايضا وجود قاده مدركين ان اليوم الافكار مثل هذه الابتكاريه ما بتي اذا انت حطيت عليها حدود واذا ركزت على القوانين والتشريعات وغيرها هذه ما بتطلع فلذلك يعني الحريه الحريه هي اللي تخليك انت تبتكر الحريه هي اللي تخليك تطلع اللي عندك فوجود الحريه هذه طبعا لا بد وجود حدود للحريه لكن انا اتكلم الحريه تعمل الفكريه اليوم انك انت تبغى تبدع وتبغى تطلع فالمؤسسات اليوم انا اشوف يعني ضروري جدا انها تعمل هذا القسم وتدعم القسم هذا سواء كانت من الادوات الموجوده طبعا لا تنسى التكنولوجيا في النهايه مسهل او خلينا نقول مساعد كبير لعمليه ان الافكار هذه تتنفذ طيب يعني اذا كان الامر متروك للمؤسسات لماذا لا تكون هناك بوابة هي حاضنة لجميع هذه الأفكار يتم تصفية هذه الأفكار وفلترتها يعني خلينا نقول تصفيتها باللغة العربية ومن ثم دراستها ودراسة مدى إمكانية تطبيقها وبالتالي في حال تطبيقها على دائرة أو مؤسسة معينة لا بد من تقدير وتكريم صاحبها وهذا أمر بالتأكيد يأتي في المرتبة اللي يعني خلينا نقول المرتبة الأخيرة. أنا كنت بكملك المنظومة، المنظومة الأخيرة كانت التقدير والتقدير هذه الأمور صراحة، هاي جدا مهمة، وجود البوابة يعني ما ما أقدر عرفت كيف كنت يعني آلية تنفيذها، لكن أنا أتكلم عن المنتدى الشاشة التطبيق يعني صراحة يعني صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد الغاسمي عندما أسس هذه المنتدى قبل عشر سنوات تقريبا، أنا أقرأ المرسوم دائما بس عشان أرجع للكلمات الموجودة فيها، فيها موضوع الاحتضان الأفكار والابتكار وغيره من عشر سنوات، فالحمد لله نحن من عشر سنوات نطالب بهذا الامور وعندنا على فكره اهم مشاريعنا يمكن الثلاثه الموجوده كلها يعني تطالب باحتضان الافكار يعني, يعني تؤكد من خلال كلامك ابو محمد كذلك وكنا جميعا نستذكر بان صاحب السمو أه 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 وفي سبيل دعمه لهذا المنتدى كذلك أه استمع لافكار مقدمه من قبل اعضاء بالضبط. المنتدى كل في منطقته من الشباب كل في بالضبط. مكانه نعم. من الشباب من الجنسين من الذكور والاناث دعاهم الى قصره ذهب لهم الى مدنهم استمع الى الافكار الى المقترحات ووجه بدراستها والعمل على تنفيذها تذكر صور الموضوع هذا, نذكر نعم, موجود هذا الموضوع نعم وهذا فهل. هذا طبعا تركيز على او تاكيد على اهميه وجود الافكار هذه ونحن صراحه كمؤسسه اليوم يعني فخورين بهذا الدعم الكبير اللي صاحب السمو، واللي هو رئيسة فخر لنا في هذا الموضوع فلذلك يعني وجود يعني ولي الأمر يدعم. الافكار ويدعم صحيح. وجودها فاعتقد يعني انا اكد كلامي اهم خطوات النجاح كره في ملعبنا صحيح يعني كره في ملعبنا اليوم لذلك ولذلك نحن صراحه سعينا من خلال العشر سنوات اللي مضى هاي ان نحن نركز على ان كيف توصل الافكار لجهه انا حبيت بس امر سريع على موضوع الافكار يعني نحن عندنا مشروع او عفوا برنامج نسميه برنامج 24 ساعه من التفكير مثمر نعمله كل سنه في شهر 12 ونختار فيه صراحه منطقه تكون بعيده عن المدينه ونسحب فيها الدو... رؤساء الدوائر او حتى مدراء العموم وغيرها انهم ومقطع خاص العام نتكلم ونختار موضوع اعطيك مثال سنة طافت كلام عن الشارقه المدينه الذكيه كيف نوصل لشارقه مدينه ذكيه فاصبحت يبنى مؤسسه مثل اس بي هذه ادارت هذا اللقاء مم. وعملنا تصفيه الافكار مم. وغيرها طلعنا باحسن خمس مشاريع مم. اللي هي تخدم مختلف خلينا نسميهم الشخصيات اذا كان مدير عام اذا كان ام ولا غيره كيف ممكن تستفيد من ان توصل للمدينه الذكيه هذه افكار موجوده عندنا حاليا مم. وصراحة وبعد اليوم اليوم بالذات بدا بدا عندنا برنامج القاده مم. يعني اللي بنسويه نحن الشران نحول هالافكار هذه ونعبي نسلمها للشباب اللي هم في الدوره هذه حاليا ان شاء الله فهم يستعملون على تنفيذها في الافكار، فهذه يمكن أحد الاشياء انك كيف تخلي الفكره تصل من مشروع معين الى صحيح. فكره منتجه ومنفعه للمجتمع. صحيح، احنا نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله يسلمك. في جميع الاهداف اللي تسعون الى تحقيقها وفي جميع كذلك الفعاليات المدرجه على اجنده فعاليات المنتدى، كل الشكر والتقدير لك سعاده جاسم محمد البلوشي رئيس مجلس من اداره منتدى الشارقه للتطوير، والشكر موصول لاعضاء مجلس الاداره وللمؤسسين ولي كذلك المشاركين من الأعضاء في هذا المنتدى. الله يسلمك. الله يحفظك. شكراً أبو محمد موفق إن شاء الله.